ماذا يعني أن يقال مسؤول بقضية فساد في اليمن؟ وهل ستصمد إجراءات تصحيح محافظ شبوة في محيط موبوء بالفساد؟ وماذا يعني أيضاً أن تصدر نبرة احتجاج حول ذلك من صنعاء؟ أهلا بكم. أصدر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو قراراً بإيقاف مدير شركة النفط بالمحافظة صالح علي بافياض عن العمل، وكلف المحافظ صالح مبارك مديراً عاماً للشركة خلفاً له. وجاء في مذكرة التوقيف أن المذكور مطلوب للتحقيق في قضايا اختلاس مال عام وغش في تحصيل الرسوم من قبل النيابة بالمحافظة. وكان متابعون ومهتمون قد تحدثوا عن عشرات الوثائق التي تدين إدارة شركة النفط اليمنية في شبوة، منها بيع شحنة سفينة من المشتقات النفطية في المكلا بلغت أرباحها 140 و30 مليون ريال يمني، ناهيك عن بيع المشتقات النفطية المخصصة لشبوة من مصفات مأرب على تجار لهم علاقة بالحوثيين في صنعاء. تتراكم الأسئلة حول هذه المعلومات، خصوصا وأنه سبق وأن اعتقل ثلاثة من قيادات الشركة بناء على توجيهات نيابة الأموال العامة لهم. ما يلفت الانتباه ونبرة الاحتجاج التي صدرت من نقابة شركة النفط بصنعاء. في بلد يضج بالفساد، يبدو من النادر أن يقال مسؤول بسبب تورطه في ملفات الفساد وإهدار المال العام، لكن محافظ شبوة فعل ذلك. فقد أصدر المحافظ المعين حديثاً محمد بن عديو أمراً بتوقيف مدير فرع شركة النفط في المحافظة بتهمة اختلاس أموال. ووفقاً لوثيقة القرار، فإن التوقيف جاء استناداً إلى مذكرة وكيل نيابة الأموال العامة التي تضمنت أمر إحضار قهري وإيقاف عن العمل بحق مدير فرع الشركة كونه مطلوباً للتحقيق في واقعة اختلاس مال عام وغش في تحصيل الرسوم. حدث لاقى ارتياحاً واسعاً لدى القوى المختلفة في المحافظة والمتابعين. يبدو أن المحافظ الذي بدأ تحركاته لقص أجنحة الفساد وأسبابه يدرك جيداً ما يفعله، منها قراره بضرورة تفعيل الدور الرقابي ومنع أي تلاعب بأسعار المشتقات النفطية وإحالة أي مخالفات إلى القضاء، وهو ما أثمر مباشرة في عدد من القرارات، حيث سبق لقوات الأمن في شبوة أن اعتقل ثلاثة من موظفي شركة النفط بناء على توجيهات نيابة الأموال العامة بعد تهربهم من الحضور بسبب إدانتهم وتورطهم في قضايا اختلاس وتزوير. خطوات تصحيحية لمحافظ شبوة الجديد وتحركات فعالة لتعزيز حضور الدولة، لكن كما يبدو أن ذلك لن يمر بسلام. وعلى غير المتوقع حدثت ردة فعل ممن يوصفون بلوب الفساد المحيط بدائرة النفط الملتهبة. ففي صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، أعلن مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط تضامنه مع مدير شركة النفط بمحافظة شبوة المقال، بحجة أن القرار عد تدخلاً سافراً في قرارات قيادة شركة النفط. لكن مؤيدي القرار وصفوها بأنها خطوة في حلحلة ملف الفساد وتكشف جزءاً من تلاعب ميليشيا الحوثي بأوراق الشرعية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الباحث السياسي عادل دشيلة، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عادل. خير. أهلا بك. إذن يقال أن سبع محافظين تعاقبوا على محافظة شبوة ولم يتغير مدير شركة النفط، وتم إقالته الآن عن طريق محافظ محمد بن عديو، لكنه أيضا رفض تسليم ختم الشركة. كيف تتابع هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، الفساد هو مستشري في مؤسسات الدولة اليمنية قبل اليوم وليس وليد اللحظة. ونحن نعرف أن شركة النفط اليمنية كان مقرها في العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتالي لديها فروع في المحافظات الأخرى، وأيضاً كانوا مرتبطين بالإنقلابيين إلى حتى اللحظة. هناك من مدراء مؤسسات مرتبطين يعني بالإنقلاب، وهناك من يساعد الإنقلاب في تهريب النفط والغاز وما شابه ذلك. طبعاً لا ننسى أن التوترات الأمنية وأيضاً الإنقلاب الحاصل من قبل الميليشيات الأمنية في جنوب اليمن أنها كانت تعيق أيضاً أي تقدم للشرعية اليمنية من أجل مكافحة الفساد. كما لا ننسى أن هناك يعني سياسة واضحة، وهو أن تكون اليمن في مرحلة يعني ألا دولة، وهو ما هو حاصل اليوم. إذا نحن اليوم نعيش مرحلة ألا دولة سواء في شبوة أو في جنوب اليمن أو في أي منطقة أخرى. لكن
كان المحافظين السابقين كانوا لا يستطيعوا أن يتجرأوا أن يصدروا قرار، ونحن نعرف أن هناك يعني في المجتمع القبلي في شبوة قد ربما أن يكون هناك يعني تجمعات قبلية قد ربما تهجم على المحافظ أو مدير، لكن جاء هذا المحافظ واستخدم يعني الصلاحيات القانونية والدستورية بموجب دستور البلاد وأصدر قرار بتغييره، وأيضا لم يأتي القرار من المحافظ وإنما جاء من نيابة الدولة من النيابة العامة. إذا نحن أمام فساد كبير، ونحن نأمل أن يكون هناك يعني إجراءات يعني تصدر في المحافظات الأخرى على غرار ما حدث في محافظة شبوة، حتى كشف الفساد بهذه الطريقة يعتبر تقدم للشرعية اليمنية في محافظة شبوة، لأن هناك فساد آخر يعني سواء كان في الجيش أو سواء كان في مؤسسات مدنية وما شابه ذلك. صحيح. إذن الغريب دكتور عادل أن نقابة شركة النفط في صنعاء استنكرت قرار إقالة مدير الشركة السابق، يعني وكأنه هناك من يتحدث أنه فيما يبدو أن هناك فساد يسند بعضه سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو مناطق الشرعية، ما رأيك؟ الفساد لا دين له. يعني الآن ماذا تتوقع من الإنقلابيين في صنعاء؟ أن يؤيدوا قرارات الشرعية اليمنية وأن يؤيدوا أي قرار لمكافحة الفساد؟ هؤلاء هم رأس الفساد وهم الجرم والجريمة نفسها. يعني من يعني الآن هم بكل تأكيد هذا يدل على أن هناك علاقات استراتيجية وثيقة بين الجماعات الإنقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا بين ما يسمى بمدير شركة النفط في محافظة شبوة، وبالتالي هم يستنكروا وسيدينوا يعني سيتكلموا بالفم مليان بأننا مع القانون وأننا مع دستور البلاد وأننا مع شركة اليمنية، لأنه معنى ذلك أنه قطع يعني خط من خطوط الفساد أو الممتدة على مدى 4 سنوات مضت ما بين شبوة ومحافظة. نعم، في الورقة التي يعني تم الاستنكار قرار الإقالة، نقابة الشركة تحدثت أنه لا يحق للمحافظ بتغيير المدير الشركة، واستندت أن هذا قرار يعني يعود لي يفترض لإدارة شركة النفط بشكل عام. طبعا المحافظ لم يتخذ قرار، المحافظ استخدم يعني صلاحياته القانونية والدستورية، وأين هي الشرعية الدستورية حتى تتحدث يعني شركة النفط؟ نحن الآن أمام ميليشيا انقلابية انقضت على دولة داخل العاصمة اليمنية صنعاء، وهي مغتصبة للسلطة بموجب القانون الدولي وبموجب القرارات المحلية والإقليمية والدولية. إذا ماذا يتحدث؟ يتحدث عن نقابة النفط التي يديرها أحفاد الطبقة الكهنوتية داخل صنعاء، ويتحدث عن أي عن دستور البلاد؟ لم يحترم دستور البلاد ولم يحترم قانون البلاد هو نفسه. إذا كان يتحدث عن دستور البلاد وعن قوانين، فهو الذي انتهك قوانين البلاد، وهو الذي انتهك السيادة اليمنية، وهو الذي دمر دستور البلاد، يعني جماعة الانقلاب الحوثية. الآن المحافظ هو يستمد شرعيته من شرعية الدولة، هو يستمد شرعيته من البدر الخليجية والقرارات الدولية ودستور الجمهورية اليمنية، وأيضا نيابة الأموال العامة أصدرت مذكرة اعتقال يعني إحضار قهري للمدير الشبكة أو مدير الشركة في فرع محافظة شبوة. إذا المحافظ لم يقم بأي إجراءات مخالفة للقانون، وإنما استخدم صلاحياته القانونية، ومن حقك كمحافظ وكرئيس السلطة التنفيذية في المحافظة أن 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 يقوم بإجراءات قانونية ضد كل من يسعى يعني لنشر الفساد، وكل ضد كل من يستغل منصبه في يعني في في في, في المحافظة. وبالتالي نحن نشكر المحافظ على هذه الخطوة الجريئة والجيدة، وهي تصب في الاتجاه الصحيح، أي لكي تكون مثال للآخرين، كي لا يتجرأ الآخرون أنه كل من يحاول أن يكون هنا أن يستغل موقعه أو منصبه يعني وأن ينشر الفساد وأن كذا، فسيكون مصير مثل مصير هذا، حتى ولم يستر يعني لم يتم إحضاره إلى الأمن أو إلى الشرطة أو إلى القضاء. معنى ذلك أن المذكرة بحد ذاتها نجاح وتعتبر يعني كشف للجرائم. هناك جرائم فساد، هناك فساد منتشر في مؤسسات الدولة، الله أعلم ما الذي يحدث. يعني حتى الآن لا نعرف ما الذي يدار في الغرف المغلقة، لا نعرف ما الذي يدار في العاصمة المؤقتة عدن، لا توجد لدينا هيئة مكافحة فساد ولا توجد لدينا يعني رقابة تشريعية ولا رقابة تنفيذية، وإنما نعيش في مرحلة لا دولة، وكل ميليشيا تنهب وتسرح وتمرح سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي تحت الإنقلابيين. نعم. إذن لو تحدثنا عن ملف الفساد النفطي بشكل عام دكتور عادل، يعني صدرت تقارير عديدة على لوبيهات بين الشرعية، تتحدث عن لوبيهات بين الشرعية أيضا والانقلابيين، بين بعض عناصر ينتمون للشرعية وأيضا الانقلابيين، تورط جلال هادي والعيسي أيضا وقيادات حوثية كبيرة في ملفات فساد. برأيك ما تأثير ذلك على الحرب التي تستمر اليوم للسنة الرابعة؟ طبعا
الحوثيون استغلوا يعني الانفلات الأمني في المناطق المحررة، واستغلوا الفساد المستشري في مؤسسات الدولة من قبل أن يدخل الحوثيون العاصمة صنعاء. وأيضا الحوثيون الآن يرقصون على الاختلافات أو الخلافات المتواجدة بين الشرعية اليمنية وأطراف التحالف العربي في جنوب اليمن، وبالتالي هناك علاقات وثيقة بين الإنقلابيين وبين أطراف في الشرعية اليمنية، هناك علاقات وثيقة ولا أحد ينكر ذلك، هناك تقارير تسرب للميليشيات الإنقلابية، هناك تهريب للنفط والغاز من محافظة مأرب ومن شبوة للإنقلابيين، وبالتالي هذا بكل تأكيد أثر على الاقتصاد اليمني وأثر على الأمن والاستقرار وأثر على معيشة المواطن، لأن الإنقلابيين الآن يستغلوا ظروف المواطن الصعبة، وأيضا يستغلوا كما ذكرت لك الإنفلات الأمني، ويقوموا يعني قد ربما تكون هناك صفقات سرية لا نعرف عن تلك الصفقات بين تجار السوق السوداء وبين الإنقلابيين أنفسهم، وأيضا بين أطراف في الشرعية اليمني، وهناك أطراف في الشرعية اليمني لا أحد ينكر ذلك تستغل الوضع الراهن وتستغل الأوضاع الصعبة وتحاول أن يعني تكسب مزيدا من الولاءات الشخصية ومزيدا أيضا من الجاه والمنصب والمال، ولا أحد ينكر ذلك. نحن أختي الكريمة نحن دخلنا في مرحلة اللا دولة، وعندما نقول نحن في مرحلة اللا دولة معنى ذلك أنه لا يوجد رقيب ولا حسيب، لا يحاسب لا في صنعاء ولا في عدن، وأن الميليشيات سواء كان في جنوب اليمن أو في شمال اليمن هي من نهبت مؤسسات الدولة. نعم. وللأسف الشديد من يدفع الثمن غاليا هو أبناء شعبنا المظلوم والمقهور والمغلوب على أمره. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور أستاذ. أهلا بك. إذن أستاذ شفيع، كيف تصف الخطوة التي قام بها محافظ شبوة بن عديو بإقالة بافياض وتعيين صالح مبارك بدلا منه؟ ظلت محافظة شبوة كغيرها من المحافظات المحررة بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تفتقر إلى وجود عمل مؤسسي حقيقي ينطلق من منطلقات ومعايير بناء الدولة. وكانت شبوة كغيرها منطقة مفتوحة شهدت كثير من الاختلالات، بل ظلت بوابة عبور لتمويل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بكثير من الشاحنات الديزل والنفط التي مرت على من خلال سواحل المحافظة. جاء المحافظ محمد صالح بن عدي ومثل باردة أمل لكل المتواجدين في شبوة كان على المستوى السياسي أو المستوى الشعبي. وللأمانة الرجل أنا أعرفه شخصيا منذ أن دخل المجلس المحلي في 2006 وتزامننا داخل المجلس المحلي. أراهن على الرجل كغيري من الشرفاء داخل محافظة شبوة بأن الرجل لديه الكثير من القوة ولديه الكثير من الشجاعة ولديه الكثير من النزاهة التي لا يمكن أن يتورط خارج حدود إطار الدولة، خارج مشروع الدولة. ما يحدث منذ أن أجى محمد صالح بن عدي وللأمانة عاد جزء من الأمل إلى الناس التي فقدت الأمل في الدولة وفقدت الأمل حتى في الشرعية. نعم. كل من أتى من مسؤولية شرعية في هذه المحافظة أو خارجها تعامل مع الوظيفة العامة باعتبارها فرصة للاستثمار وتحقيق منافع شخصية. نعم. محمد صالح بن عدي بالعكس لم يفكر بهذا ولم يتعامل من هذا، بل أنه اجتمع مع ممثلي ومندوبي الشركات النفطية العاملة بالمحافظة وقال لهم بالنص بالحرف الواحد محمد. نعم. صالح بن عدي لن يأخذ شيء إلى جيبه الشخصي بصفة مطلقة، إن لن يتعامل إلا مع الدولة ولن يتعامل إلا مع مصلحة المحافظة ولا مصلحة المحافظة. قراراته الإيجابية منها توقيف مدير شركة النفط يأتي في هذا السياق، سياق إيجاد عمل مؤسسي حقيقي داخل المحافظة شبوة كغيرها من المحافظات، بل أقول إنها ربما تكون المحافظة الوحيدة الذي يتواجد فيها مدراء عموم في مناصبهم تجاوزوا 20 سنة من تم تعيينهم داخل هذه المناصب. إذا اليوم شبوة لابد من حراك، لابد من إيجاد تغيير داخل هذه المحافظة، تغيير تشبيب المناصب، مكافحة الفساد. نعول على هذا الرجل ليس الانتماء السياسي أو الانتماء المناطقي، بالعكس لأن الرجل ينتمي إلى محافظة شبوة ورجل لديه كاريزما ورجل لا يتورط ولا يتورع مع الفاسدين. نتذكر في مجلس المحلي نعم أستاذ شفيع، إذا سمحت فقط يعني إن كنت تتحدث عبر السماعة أتمنى أن تحدثني من المايك مباشرة لأن الصوت يذهب ويجي. لا أنا أتحدث مباشرة عبر الهاتف، ربما خلل معين في شبكة. نعم. الآن واضح. الاتصال. نعم تفضل.
اقول لدينا تجربه مع الاخ محمد صالح بن حديوي في المجلس المحلي في سنه 2012 تم ايقاف 5 من مدراء العموم داخل المحافظه وسحب الثقه عنهم بنتيجه تورطهم في التلاعب بالدرجات الوظيفيه. صحيح. لهذا على ابناء شبوه اليوم ان يلتفوا خلف الاخ محمد صالح بن عديو ليس لمصالح شخصيه وانما لمصلحه المحافظه. ومتى ما راينا ان الرجل انحرف عن مساره باتجاه امور اخرى وانا لا اتوقع ان يحدث هذا بالمطلق سنقف كلنا ضد هذا الشخص. لكن على يقين تام وعلى يقين ان الرجل من دون اتم خطواته الاولى كلها حظيت بتاييد ومباركه من ابناء المحافظه، ربما هناك في عمليه التغيير هل تتوقع ان يعني ان يستطيع كل الناس عزيزتي. نعم يعني بهذه الخطوات التصحيحيه التي ارادها المحافظ هل تتوقع ان يستطيع العمل في بيئه موبوءه بالفساد عمليا؟ يعني نعلم تماما خاصه في مجال النفط هناك تجار هناك وحوش حقيقيين يعني في هذا المجال، هل سيستطيع ان يستمر؟ بالتأكيد كما ذكرتي البيئة غير مناسبة اليوم وغير مهيئة للعمل باتجاه إيجاد مؤسسة دولة حقيقية، نحن في مرحلة ألا دولة. أيضا ربما الأخ محمد صالح بن عديو وكغيره من المسؤولين الشرفاء الذين يريدون يعملوا لمصلحة الوطن يجدوا أنفسهم بمعزل، يفتقرون إلى الدعم المادي أو الدعم أو الإسناد. كثير من التدخلات ما زالت موجودة بل منها ما هو ما حدث في تغيير مدير شركة النفط، كانت هناك من التدخلات الفوقية باتجاه العدول عن هذا القرار لكنه لم يتراجع. إذن في هذه المرحلة إذا ما أردنا أن نضع لبنات أساسية ولبنات حقيقية باتجاه الدولة التي نتحدث عن مشروع استعادتها لابد أن ندعم هؤلاء المسؤولين الذين يعملون للصالح العام الذين لن يتورعون أن يقولوا للفاسد أنت فاسد ويضعوا مبدأ الثواب والعقاب أمام الجميع وبكل شفافية. الشبوة اليوم تقديري الشخصي أنها لم تحظى بمحافظ يستطيع أن يحمل الهم العام منذ الاستغلال وقامت الدولة إلى اليوم مثل ما حدث مع الأخ محمد صالح بن عديو الذي لا 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 أزكيه ولكن كقناعتي وهذا ما تثبت. نعم ربما ما يزكيه هو عمله أستاذ شفيع ولكن بالتأكيد. نعم هل تعتقد أن بن عديو ممكن أن يحقق اختراق جديد في إطار مكافحة الفساد خاصة نحن نعلم أن الفساد للأسف الشديد ربما من أعلى هرم هو موجود خاصة في هذا المجال النفطي، هل نعلم تماما كل من فتح هذا الموضوع فهو يقال في أقرب فرصة؟ الرجل سيبذل كثير من الجهود ولدي قناعة شخصية بأن متى ما اصطدم بعقبات معينة أو تدخلات معينة تمنعه من السير في المهمة التي أتى من أجلها لن يتوانى عن تقديم استقالته ومكاشفة الناس بما تم. لا لكن أنا أتمنى من كل القوى السياسية داخل المحافظة وكذلك الجماهير الالتفات مع هذا الرجل، طبعا حركة التغيير إن تمت حركة التغيير لن يرضى عنها الكل وستحدث كثير من التباينات والاختلافات حول هذه الحركة، لكن لابد أن نؤيد التغيير لمصلحة المحافظة ومناصرة الرجل هذا لما يخدم الصالح العام داخل المحافظة. هناك كثير من القوى شبوة تختلف عن غيرها من المحافظات لديها تعقيدات قبلية وتعقيدات حزبية، أيضا شبوة لديها كتلة ما زالت مرتبطة بالماضي تسيطر على المفاصل الهامة داخل المحافظة، هذه الكتلة تمثل لوبي حقيقي داخل المحافظة، بالتالي سيصطدم المحافظ كثيرا فيما يتعلق بتغيير هؤلاء، لكن على الإخوة في القيادة السياسية والحكومة أن يساعدوا الرجل باتجاه إيجاد وضع حقيقي داخل المحافظة فيما يتعلق بالجانب النفط فيما يتعلق كان تنقيب أو تصدير وأيضا موضوع الغاز. نعم. إذا ما ركننا إلى نفس الأدوات السابقة لن نصل إلى تغيير إيجابي لخدمة الناس. ما يحدث اليوم في شبوة هي حراك سياسي واجتماعي حقيقي باتجاه التغيير الذي ننشده جميعا داخل المحافظة، وأتوقع أن تكون المحافظة خلال الفترة السابقة القادمة إذا ما حظي الرجل بدعم وتأييد من القيادة السياسية ومن الحكومة اليمنية أن تكون شبوة نموذج يحتذى به للمحافظات الأخرى. نعم. إذن شبوة هي محافظة غنية بالنفط والغاز، أستاذ شفيع برأيك ما حجم الفساد الذي يمارس في هذا القطاع في المحافظة؟ من واقع تجربة كعضو مجلس محلي داخل محافظة شبوة أتحدث، لم يكن لدينا الحق في معرفة الشركات التي تنقب داخل المحافظة، كل كان يأتي من المركز، عمليات فساد كانت مهولة، لم يكن لدينا الحق في تعيين أبناء المحافظة داخل هذه الشركات، كان كلها عملية مغلقة وتأتي التوجيهات مباشرة من صنعاء، بل أن حتى اختيار المقاولين لتنفيذ عمليات التنقيب أو المسح الجيولوجي أو النفطي داخل المحافظة كله يأتي من المركز. اليوم الواقع سيأتي بشيء آخر بشيء جديد حتى على مستوى نقل المشتقات النفطية داخل المحافظة،
من المحطات التنقيب الى 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 ميناء التصدير. كل هذه المقاولات بايدي اناس من خارج المحافظه نتيجه للتراكمات السابقه والفساد الذي ما كان قبل ثوره 2011. لكن اليوم في واقع جديد، في نوايا حقيقيه داخل المحافظه، في مصداقيه موجوده يعني داخل السلطه المحليه، داخل هرم السلطه المحليه. كل هذا سينعكس ايجابا على المحافظه، وسيكبح كثير من التدخلات الموجوده في اطار التلاعب بكل حقوق الناس. كما اسلفت، منظومه الفساد كانت القديمه او التي تشكلت مع الحرب، طبقه الراسمال الطفيلي التي تشكلت خلال مرحله الحرب خلال 4 سنوات او 5 سنوات، ايضا هذه مراكز قوى جديده ومراكز نفوذ جديده ستكون مثابه العقبه التي تقف امام اي عمليه اصلاح داخل هذه المحافظه او غيرها من المحافظات. نعم، اذا لكن متى ما توفرت النوايا الحقيقيه والاراده الصادقه التي بدات تتجسد ونلمسها في قرارات الاخ المحافظ وتعامله خلال الفتره القصيره التي منذ ان تم تعيينه بالمحافظه الى اليوم، هذه تعيد لنا كثير من الامل في ان هناك ناس ما زالوا قادرين على ان يحققوا الامل وينطلقوا بنا نحو اعاده مشروع الدوله الحقيقيه، دوله المواطنه ودوله الحقوق لكل الناس. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ شفيع العبد وكيل وزاره الشباب والرياضه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. عوده اليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني موضوع حجم الفساد كما تحدث الاستاذ شفيع، هل تعتقد ان يعني المحافظ قادر على الوقوف امام هذه المنظومه؟ هي منظومه ايضا انت تحدث بدايه الحلقه انها ليست ولدت اللحظه، هي منظومه متراكمه منذ السابق وظهرت ايضا منظومه جديده، فهل يمكن ان يتم تحقيق اي خطوات نجاح في هذا الجانب برايك؟ طبعا نجاحه مرتبط بالتسهيلات التي يمكن ان يقدمها التحالف العربي. فاذا التحالف العربي ترك المحافظ يقوم بمهامه القانونيه في محافظه شبوه، فاعتقد انه سينجح يعني في مكافحه الفساد. وعلينا اريد ان يعني ان اركز على نقطه واحده، وهو ان المحافظه شبوه ليست غنيه بالنفط والمحافظات ومحافظة حضرموت. هناك 80% من دخل الدولة من النفط والغاز يأتي من محافظة مأرب، بينما 20% من حضرموت وشبوة. وبالتالي ليس صعبا أن يقوم المحافظ يعني بكافحة الفساد في هذه الشركة الصغيرة في محافظة شبوة. إذا وجدت الإرادة الحقيقية والرغبة الحقيقية لدى التحالف العربي وأيضا الحكومة اليمنية، فأعتقد أن المحافظ سيمشي قدما في تنفيذ قراراته وأيضا في مكافحة الفساد. علينا أن نتذكر جيدا أنه عندما كان محافظة عدن البكري، عندما كان يقوم يعني بتطبيق النظام والقانون، رأينا كيف طلب التحالف العربي بمغادرته من البلاد، ورأينا كيف تذرع أن هذا ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو إلى الإصلاح. واليوم سيتذرعون إذا رأوا المحافظ يعني يحارب الفساد ويحارب الميليشيات التي تستغل يعني الوضع الأمني، سيقولوا أنت تبع الإصلاح وعليك أن تغادر البلاد وهكذا. لأننا نحن أمام يعني للأسف الشديد، كلما أرادت الحكومة الشرعية اليمنية أن تقدم خطوة إلى الأمام في مكافحة الفساد، في تثبيت الأمن والاستقرار، في إعادة مؤسسات الدولة إلى العمل بشكل طبيعي، رأينا يعني اختلاق العقبات والمعوقات وما شابه ذلك. وبالتالي نجاح المحافظ مرهون أولا بالعامل المحلي، وأن يكون لديه دعم محلي من القبائل في المحافظة، في محافظة شبوة ومن أبناء المحافظة، وثانيا أن يكون لديه دعم من الدولة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن، وثالثا أن يكون لديه تسهيلات أو لديه دعم يعني حتى دعم معنوي من التحالف العربي، وأن يترك أن يقوم بمهامه القانونية. إذا وجدت هذه الثلاثة الأشياء، أي دعم الحكومة اليمنية وأبناء منطقة أو محافظة شبوة والتحالف العربي، فأعتقد أن مكافحة الفساد سيكون بطريقة بسيطة. كوارث الفساد يعني ستكون مخيفة بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للفرد، لأننا عندما يكون الفساد منتشر في المجتمع، يعني معنى ذلك أن سيكون هناك لدينا جيل مشبع بالفساد وسينتشر في مؤسسات الدولة. والفساد هناك أسباب كثيرة أدت إلى الفساد، تعيين أشخاص مثلا الآن قد ربما الأشخاص المعينين في مؤسسات الدولة غير مؤهلين أن يقودوا هذه المؤسسات، يأتي لك بقبيلي أو بشيخ كذا يمسك مؤسسة نفط، أو يأتي لك بكذا ويأتي بكذا، وبالتالي سيكون سهل انتشار الفساد. نحن بحاجة إلى آلية لمكافحة الفساد، وفي خصوصا في هذا الظرف العصيب.
نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ أحمد الشامي مستشار محافظ محافظة شبوة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. أهلا بك. إذا في خطوة ربما تعد جادة وجديدة على المستوى المحلي، وهي محاربة الفساد بهذا الوضوح وإقالة من تشير له النيابة بأنه متورط في قضايا الفساد. كيف تعلق على هذه الخطوة أستاذ أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر لكم الاستضافة، وأشكر لكم أيضا تسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا التي تحل على مجتمعنا وتلحق به بالغ الضرر. أود أن أنوه أولا أن إقالة مدير شركة النفط، أن ما يجري في محافظة شبوة حاليا لا يختزل في إقالة مدير شركة أو مدير مربع. نعم، هناك خطوات عديدة، وإنما يأتي في إطار أشبه ما يكون بالثورة العارمة ضد الفساد في هذه المحافظة، بعد أن تولى الأخ الأستاذ محمد صالح بن عدي ومقاليد أمور السلطة في هذه المحافظة، في أعقاب السلطة كانت قد ألقى ظلال فسادها على المحافظة أكثر من عامين. وبالتالي محافظ المحافظة في أول باكورة عمله وجه عدد من الرسائل تتضمن عدد من اللاءات، أولها وأهمها بل وأكثرها أهمية هي مكافحة الفساد أو لا للفساد أو لا لاستمرار الفساد. وبهذا الخصوص شكل مجموعة من فرق العمل الميدانية بقيادة وكلاء المحافظة والمستشارين، وفتح الباب على مصراعيه لكل النشطاء من كل الأحزاب ومن كل الاتجاهات ومن كل أطياف المجتمع للمشاركه في هذا في 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 فرق العمل التقييميه للمرافق الاكثر حيويه، وهي تعمل هذه الفرق الان، والكثير منها باتت على اعتاب انتهاء عملها. بناء على ذلك ستتم عمليه واسعه من التغيير تستهدف اجتثاث الفساد الذي استشرى في الماضي والذي زاد استشراؤه في العامين الماضيين كما ذكرنا. نعم. فالموضوع ليس موضوعا خاصا بشركة بفئة معينة أو مرفق معين، وإنما يأتي في إطار حملة شاملة وكبيرة ضد الفساد، والجميع في محافظة شبوة يلتف حول المحافظ. أو نعم، خلينا يعني نقول مشان نكون أكثر دقة، كل القوى الخيرة وكل القوى التي سئمت من استشراء الفساد. نعم، إذا أستاذ يعني أنت تتحدث عن منظومة كاملة أو حركة تصحيح كاملة لما يحدث من فساد، ربما هناك فساد دعني أقول في السابق، وأيضا فساد ربما ظهر في الآونة الأخيرة، يعني أن المحافظ أمامه أكوام هائلة من الفساد، هوامير حقيقية يعني يعتاشون على هذه أو هذا الفساد، فكيف يمكن التعامل مع ذلك، خاصة أنت تتحدث أنه ليس فقط في اتجاه النفط وإنما في جميع الاتجاهات، هل يمكن له النجاح في ظل كل هذا الفساد المستشري؟ بالتأكيد. نعم. ألو. نعم. بالتأكيد أختي العزيزة. إذن تعليقك على نعم بيان نقابة شركة النفط استنكر إقالة بافياض، برأيك يعني أولا كيف يمكن لهم أن يتحدثوا عن مدير شركة تعد في منطقة محررة وهم في منطقة تابعة للحوثيين؟ هل تتوقع أن هناك يعني تعاون، خاصة وأنه تم اتهام المحافظ بأنه يعني تجاوز صلاحياته؟ والله من الطبيعي أن يكون موقف صنعاء ضد أي نجاح في محافظة شبوة أو غيرها من المناطق المحررة موقف عدائي وموقف تشكيكي وموقف مشوه ويحاولون التشويه، ورفضهم بالعكس يعتبر بالنسبة لنا مدحا وليس مذمة. فمن الطبيعي أن يكون موقفهم هكذا، فهم يتمنون استشراء هذا الفساد أو ربما يغذون هذا الفساد أو ربما يتواصلون أو ربما ينتفعون
بنتائج هذا الفساد، فمن الطبيعي ان يكون موقفهم هكذا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الشامي مستشار محافظ شبوة. واسمح لنا الدكتور عادل أن يعني نقرأ هذا الخبر. المحافظ بن عدي يوجه الأمن بحجز وإغلاق محلات تابعة لثلاثة تجار في عاصمة المحافظة، متهمين بشراء كميات من الإغاثة وتحويل ملفاتهم إلى النيابة. إذن كما تحدث الأستاذ أحمد، الموضوع ليس فقط في مجال النفط، وإنما هناك موجة ضد الفساد بشكل عام في المحافظة. كيف تعلق على الخبر؟ طبعا نحن نشكر المحافظ على هذه الإجراءات النبيلة والتي ينبغي ان تقابل يعني بدعم مباشر من رئيس الجمهوريه اليمنيه المشير عبد الرب منصور هادي. طبعا اذا المحافظ الان هو يمشي في حقل يعني معبى بهوامير فساد وايضا بالشو، وبالتالي هو قد ربما انه ينجح. وكما ذكرت لك قبل قليل، المحافظ لديه اراده يعني، ونحن نامل ان يستمر في 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 مكافحه الفساد، ولديه اراده ان يكافح الفساد، ولديه رغبه حقيقيه ان يكون هناك يعني استقرار في المحافظه، وان لا يكون هناك فساد مستشري في مؤسسات الدوله. وبالتالي اعتقد من وجهه نظري الشخصيه، اذا استمر المحافظ يعني في 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 سياسته الحاليه بمحاربه الفساد، فسينتقل يعني تجربته الى محافظات اخرى، وسنطبق هذا الـ 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 يعني هذا السيناريو مثلا في محافظه حضرموت، مثلا في محافظه الضالع، مثلا في محافظه ايضا لهج، وفي المحافظه المحرره. اذا المحافظ الجديد نجاحه مرهون بالدعم المحلي وبدعم الدولة اليمنية، وألا يكون هناك دعم للميليشيات الإرهابية المسلحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه هذه الميليشيات عندما ترى يعني المحافظ يقوم بمكافحة الفساد، هي تقتات على الفساد وتعيش على الفساد وتعيش على النهب والسلب، سيقوم بمهاجبة المحافظ بطريقة مباشرة. من تقصد النخبة الشبانية الموجودة في شبوة أم؟ تقصد هذا؟ أقصد النخبة الشبوانية، وأقصد الميليشيات الأمنية التي تكون بدعمها الإمارات العربية المتحدة، وهذا واضح للقاصي والداني ولا أحد. هل سيستطيع تجاوزها برأيك؟ إذا وجد لديه إذا وجد يعني الرغبة الحقيقية من قبل الحكومة الشرعية، ووجد دعم من أبناء المنطقة المحافظة نفسها، أعتقد بأنه سيستطيع مواجهة هذه الميليشيات في إطار المحافظة، لكنه لن يستطيع أن يقوم بتثبيت الأمن، لأنه المحافظة مربوطة يعني بالدولة. نعم، لكن مثل هذه الخطوة يعني ربما أنعشت الأمل في نفوسنا، وأيضا بالتأكيد أبناء المحافظة كما تفضل المستشار وكما تفضل معنا أيضا الأستاذ شفيع، بأن السكان يعني المحليين هم أكبر داعم يعني للمحافظ في مثل هذه الخطوات. في نهاية الأمر يعني حين نتحدث عن تجار يتاجرون بالإغاثة، حين نتحدث عن صفقات بمبالغ مهولة للنفط، فبالتأكيد أن الناس سيشعرون بأن هذا هو الخيار الصحيح ويجب أن يقفوا وراءه. وهذا ما يجب أن يكون في المحافظات المحررة، هذا ما يريده اليمنيون في الوقت الحالي، هذا ما نريده من الدولة اليمنية الشرعية، أن تقوم بتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة المحررة، أن تقوم بمكافحة الفساد، أن تقوم بتثبيت مؤسسة الدولة، أن تقوم بدعم المواطنين، أن تقوم بتسليم مرتبات المواطنين في المناطق المحررة وأيضا في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيين. لأنه نحن الآن في المرحلة الحالية عندما تفككت الدولة وأصبح كل محافظ يعني لديه قرارات من رأسه، وأصبح هذا المحافظ يتبع هذا الجهة. حتى أختي الكريمة، هناك تدخلات من التحالف العربي الحكومة اليمنية، عين المحافظ فلان أن يكون محافظ لهذه المحافظة، أي أن يكون هذا ولاءه الشخصي مرتبط للإدارة الإماراتية أو مرتبط للإدارة السعودية وما شابه ذلك، وبالتالي لكن هذا الشخص هو غير مرتبط بولاه إلا للوطن ولأبناء محافظته، وبالتالي أعتقد أنهم سيختلقون له المعوقات مهما حاول أن ينجح، لأنهم لا يريدون أي نجاح للشرعية اليمنية، يريدون الشرعية اليمنية أن تفشل في المناطق المحررة، أن تفشل في مكافحات الفساد، وبالتالي المحافظ الحالي قد ربما يواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات، ولكن بإرادته الشخصية وبدعم أبناء المحافظة سيستطيع أن يتغلب عليهم، وقد ربما ينتصر لأبناء محافظته، لأننا نحن يعني اليمنيين نريد اليوم أن نرى يعني أن نرى الفساد بعيدا عن مؤسسة الدولة، يعني حرب، وفوق هذا فساد، وفوق هذا يعني نهب، وفوق هذا سلب، يعني إلى متى سيكون هذا السيناريو؟ الآن حتى في الجيش اليمني الشرعي، في نفسه في الجيش، في فساد في مؤسسات الدولة، في فساد في المؤسسات المدنية، في فساد في المؤسسات الأمنية، فساد مستشري، وهناك ارتباطات وثيقة بين الإنقلابيين في صنعاء، وأيضا بين بعض أطراف الشرعية اليمنية في المحافظات المحررة.
نعم، إذن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الواحد العولي الناشط في مجال مكافحة الفساد من ماليزيا. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أختي ياسين. أهلا بك. إذن أستاذ عبد الواحد، يعني بداية، كيف تابعت قرار إقالة بافياض بشبوة وإحالته للنيابة العامة، ويعني خاصة أنه يأتي في إطار مكافحة الفساد؟ بكل تأكيد وصلتنا هذه الأخبار واستبشرنا بها خيرا، لأنه يمكن هذه سابقة أول مرة تحصل، خصوصا مع الحكومة الشرعية وفي ظل الفساد المستشري القائم حاليا في كل مرافق الدولة، ومن قمة الإحراق التجاري للدولة أسفل وأصغر موقف. فشوف مثل هذه الخطوات المبشرة تعتبر وجبارة ومهمة جدا للمضي قدما نحو تحقيق شيء على الأرض، ومحاولة تحسين الصورة الشرعية وخلق نموذج يمكن أن تحتذى به أو ممكن أن تتبعه بقية المحافظات. نعم. بالتأكيد هذه خطوة جبارة. نعم. لكن زي ما قلتم، ذكروا ضيوفك الكرام انه ستواجه الكثير من الصعوبات وتواجه الكثير من المقاومه، وهناك كثير ناس متورطين. نعم، قبل ان نتحدث عن الصعوبات استاذ عبد الواحد، يعني كونك مطلع على الملف الفساد النفطي بشكل عام، ما هو موقع شبوه من هذا الملف؟ شبوه كاحد المحافظات النفطية داخل اليمن، هي فيها قطاعين بينه، هو قطاع العقلة اللي بتنتج منه شركة أوم هي نمساوية، وكذلك عندك قطاع خمسة التابع لجنه. هذا قطاع مهم جدا وبينتج بينتجوا تقريبا حوالي 20,000 برميل يوميا، ممكن زيادة هذه الكميات إذا حصل تطوير وحدث استئناف إنتاج النفط من قطاع خمسة المتعطل حاليا، واللي نطمح إنه المحافظ يعمل فيها على هذا الملف لخلق مصادر داخل أخرى للمحافظة. هذا من جهة، أخرى المحافظة بتحصل على مشتقات من مصافي مارد، وحصة مش كبيرة بالقدر الكافي لأن يحدث أو تتسبب فساد كبير وتعطي مصالح الناس وخلق أزمات وصعوبة. نعم، إذا كنت تتحدث عن الصعوبات التي قد ما زلت معنا أستاذ عبد الواحد؟ نعم معكم. نعم، إذا كنت تتحدث عن الصعوبات التي قد تواجه محافظة شبوة في فتحه لملف الفساد، وليس فقط في مجال النفط وإنما في مجال الفساد الذي استشرى في محافظة شبوة في الآونة الأخيرة، برأيك ما هي أهم هذه الصعوبات التي قد تقف أمامه؟ هو الأخ محافظ محمد صالح بن عدي وفتح عدة جبهات في سبيل مكافحة الفساد، كان ربما أبرزها تغيير صالح بافياض، وكذلك غير مجموعة موظفين في مكتب الصناعة والتجارة في شبوة، بالإضافة إلى الخبر اللي لسه ذكرت لي قبل شوي عن إغلاق المحلات المخالفة وما إلى ذلك. فأكثر المشاكل التي ستواجه محافظ شبوة التورط العديد من لنقول القوى المسيطرة على الأرض والمتواجدة في حكومة الشرعية بالتعاون مع الانقلابيين. يعني أنا ممكن أذكر مثال الدكتور نجيب منصور العوج اللي بيشغل منصب المدير العام التنفيذي لشركة النفط، كان معترض على إجراء التحقيقات وأرسل رسالة إلى النائب العام بيشتكي من تحقيق قضايا الفساد مع مدير شركة النفط. هذا فقط مجرد مثال لمسؤول كبير في الدولة وقف ضد الخطوات تتم لتحجيم الفساد وإيقاف نشاطه.
لنا أن نأخذ كثير من الأمثلة في قيادة الدولة، في وزارة النفط، وفي بقية لنقل السلطات المحلية في المحافظات المجاورة لشبوة. نعم في الوقت اللي محافظ شبوة بيعمل ضد الفساد، بنجد أن السلطات المحلية في مأرب وفي حضرموت بتعمل جنب إلى جنب مع فساد، وبتدعم كل أنشطته، وبتتم كل هذه العمليات مرأى ومسمع من القيادة السياسية. نعم فكل هذه الكم كل هذا الكم والنوع من المقاومة نتوقع أن يجدها المحافظ، لكن يظل الناس معولين عليه، وستظل الناس القوى الخيرة داخل شبوة وداخل الجمهورية الليبية بشكل عام سيقفوا مع المحافظ ويحاولوا تحقيق أكبر نصر ممكن وأكبر فائدة ممكنة من هذه الخطوات. إذا برأيك هل تعتقد أن بن عديو قادر على اختراق هذه الموجة من الفساد، خاصة إذا علمنا أن أبناء المحافظة يقفون معه في هذه الخطوات؟ أنا أتصور أنه قادر بإذن الله، وكذلك زي ما ذكرنا بتعاون الخيرين والشرفاء من محافظة شبوة ومن اليمن بشكل عام. نحن متفائلين جدا ان محمد بن عديو سيكون قادر على مواجهه كل هذا الصعاب، وان لم يستطع فيكفي شرف انه هو بدا وساهم في دك حصون الفساد وفضح مشاكله وفضح عملياته على الارض. وهذه الخطوه لن تكون هي الاخيره، بل ستتبعها خطوات كثير، والشرفاء بشكل عام هم اكثر من الفاسدين، وهذا وضع طبيعي. لابد الفساد ان يقوم حتى اخر لحظه للحفاظ على مصالح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبة اللي ناشط في مجال مكافحة الفساد، كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا. عودة إليك دكتور عادل. إذا ما تحدثنا عن منظومة الفساد التي كانت منذ يعني أو التي أسستها مدرسة عفاش في السرق والنهب وأيضا التحايل على الدولة من خلال المناصب العامة، لا يوجد الآن مجلس نواب يحاسب ويكاشف أيضا من يتورطون بملفات فساد. برأيك إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ يعني نحفى ببصيص أمل قادم من محافظة شبوة، هل يمكن أن ينتشر الضوء في بقية المحافظات؟ نحن لا نمتلك أي خيار آخر سوى الأمل، وهذه العبارة أكررها دائما. ولا بد على الحكومة اليمنية من التسريع بإعادة يعني هيئة مكافحة الفساد ومساعدتها لكي تقوم واجبتها القانونية كما ينبغي. التسريع يعني للسلطة التشريعية أن تقوم بواجبتها القانونية، لأن السلطة التشريعية هي التي تستطيع أن تحاسب السلطة التنفيذية. كما نريد أن تكون هناك يعني دور للنيابات العامة والمحاكم في المناطق المحررة، وأيضا أن إعطاء السلطات المحلية السلطة الكاملة كي تقوم بواجباتها القانونية. أعتقد أننا هذه الأربع الخطوات نحتاجها في الوقت الراهن لكي نستطيع حتى أن نواجه الفساد ولو بأقل يعني القليل، أقل حال أن نوقف الفساد عند حده في هذه اللحظة. لكن لا يوجد لا سلطة تشريعية ولا محاكم ولا هيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للدولة يعني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعني متوقف حتى اللحظة، والسلطات المحلية هناك يعني اختلاف في وجهات النظر. وبالتالي من الطبيعي نحن يعني الآن ورثنا يعني فساد مستشري لأكثر من 3 عقود من الزمن، وبالتالي صعب مكافحته في ليلة وضحاها. وهذا قد أصبح ثقافة، أصبح ثقافة. كنا في عهد النظام السابق يعني يسأل المسؤول يقول كم قد عمرت في العمارة؟ هل دور دورين ثلاثة دور؟ الآن كم نهبت؟ كم خرجت بالخارج دولارات؟ كم لديك رصيد في البنك في الخارج؟ اصبحنا هكذا يعني انتقال من مرحله الى مرحله. لابد من 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 يعني السلطه التشريعيه ان تكون بواجباتها الوطنيه والاخلاقيه، غير ذلك لن نستطيع ان نحافظ ان 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 نكافح الفساد. حتى وان قام المحافظ اعتقد انه ستكون يعني نجاحاته على مستوى المحافظه، نحن نريد ان يكون النجاح على مستوى الوطن. وبالتالي نامل من الحكومه اليمنيه الشرعيه ان تقوم بواجباتها الوطنيه، كما نامل من التحالف العربي ان يساعدنا في هذا الظرف العصيب.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيل الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.